عباد يلقيها المهندس المقاتل جواد المناصير العبادي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأفضل التسليم. حي الله هذه الوجوه الخير النيرة من كافة أحرار الأردن، أردن الأحرار، أردن الأسود، أردن الأشاوس، حراك أحرار عباد الدوار الثامن هو امتداد لحراكات أحرار الأردن الأخيار. حراك أحرار عباد انطلاقا على الشارع الأردني بعد الوقفة الأولى أمام مجلس النواب في مساء يوم الخميس، فكان أحرار عباد تلبية لداء هذا الوطن للوقوف إلى جانب الوطن ضد حكومة التجويع ورفع الأسعار بعد منح الثقة من قبل المجلس الخاسي عشر. كف 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 كف